يعود الكفل الأعظم في نجاح الثورة السودانية للنساء، بفضلهن جعلنا البشير وزبانيته يمتازوا من الغيظ، ونحن نبشرهم يومها بزوال ملكهم بفوراننا في الشوارع. ثورتنا دي ما بتقدرها يا بشير، ارجع ورا، ثورتنا دي ثورة مرة يا بشير، ارجع ورا. طيلة أيام الثورة كنا الكنداكات المعلمات، اللائي علمننا محاكاة الجبال في الثبات، حد بتنا نهتف البومبان بخور تيمان، وكنا ساعة صفرنا فغنينا بقربهن في الساعة الواحدة المضبوطة. طلعت من بتنا زغرودة ومردنا بنهتف في الشارع سلمية وحالفين منجوطة، وكنا برزخنا الذي يحول دون الانزلاق في مستنقع العنف رغم بغي العسس وإجيرة الأمن، بل حين كان النظام يلفحنا بسمومه وينفث فينا غله وسمومه، أحلنا مقابرنا لوقود ثوري، فكنا نهمس في أذن شهيدنا ودفناك كما نغرس نخلة، ثم نخرج ونحيل الكون لصرخة سلمية سلمية ضد الحرامية. فهل للنا النسوة حظهن في سودان ما بعد البشير؟ وهل أسقطنا المتاريس التي لطالما عوقت مسيرهن الظافر بالرغم من حضورهن الباهي في السيادي والوزارة وفي سدة القضاء، وعلى الرغم من كونهن بسبابتهن المزدانة بالحناء قهرن نظاما وصلت به الهرطقة لمخالفة نواميس الطبيعة كلها، وهو ينشد حينها بنياتك إديات مزينة بالكلاشينكوف؟ فمرحبا بالنسوة، نصف المجتمع وكامل الثورة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جزئنا الأخير وملفنا الثاني في حلقة اليوم من دائرة الحدث. نرحب بكم جميعا، بكل المشاهدين على الهواء مباشرة وبكل الذين يواصلون متابعتهم لهذه الحلقة عبر المنصات الاجتماعية المختلفة. أهلا ومرحبا بكم، ورحب بضيفتي الكريمتين داخل الأستوديو، الأستاذة أميرة عثمان الناشطة النسوية والسكرتيرة العام لمبادرة لا لقهر النساء. أستاذة أميرة مرحبا بك. أهلا بكم. رحب أيضا بالأستاذة نجلاء كرار الناشطة النسوية، مرحبا بك أستاذة نجلاء في هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحب بك.
طيب أبدأ معك أستاذة أميرة عثمان. الآن السودانيات أو السودان جميع بوجه عام يحتفل بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. هذه الحملة كان هنالك احتفال العام الماضي والآن احتفال بعد الثورة، وكما تعلمي يوم أمس وكان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. هل من كسب للمرأة السودانية خلال مسيرة عام ما بين احتفال العام الماضي والاحتفال الحالي؟ مبدئيا تحية لنساء السودان والتحية للشعب السوداني بانتصار الثورة، ترحم على الشهداء والعودة الحميد للمفقودين. يوجد فرق طبعا أكيد بين العام الماضي والعام الحالي، لكن ممكن أنا أقول لك فرق نظري أو في الجو العام، إحساس بالاحتفالات، إمكانية إقامة الاحتفالات بأشكال مختلفة في مناطق مختلفة دون الإرهاب بتاع التصاديق الأذونات التفاصيل دي. لكن فعليا لسه إحنا كنساء في السودان احتفالاتنا لسه ما جات، لأن حاجاتنا ما أخذناها. متى ستأتي؟ لما ناخذ حقنا كامل في المساواة العادلة والتمييز الإيجابي تجاه النساء، ابتداء من التنمية المتوازنة، وقف الحروب، القوانين التي تميز تنمية السلبي تجاه المرأة يتم تعديلها وإلقاء، سن قوانين جديدة للحياة اللي أصلا ما كانت موجودة. والمشوار ده طويل جدا، لكن إحنا قادرات على صنع التغيير. جميل. أستاذة نجلاء كرر ورحب بك مرة أخرى، هل كان نصيب المرأة وحظها في هياكل السلطة بقدر تضحياتها إبان الثورة؟ يعني هل تنظري لهذه المسألة من هذه الزاوية تحديدا؟ والله تحديدا المرأة كان لها دور فعال ثورة، ويمكن كانت يعني أخذت القدح المعلى في نجاح الثورة، أو كان لها القدح المعلى في نجاح الثورة، فأخذت نصيبها، ولكن نتمنى إنها تأخذ تلقى يعني مجال أوسع من كده. يعني ما وجدته المرأة السودانية أقل؟ المرأة السودانية في حال أقل من التضحيات يعني من المرأة السودانية، يعني دائما يعني ما هي ما ماخذة، يعني احنا ما بنقدر يعني نقول انها هي مظلومة يعني ظلمي بإجحاد، يعني احنا ما ممكن نجحد في حتة زي دي، لكن يعني بنتمنى انها يعني كلمة مساواة اللي ذكرتها الأخت أميرة ما بمعنى مثلا مساواة الرجل في 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 شخصه او في خلقه، يعني الخلق ربنا سبحانه وتعالى مساواة مثلا في 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 العمل، مساواة مثلا يعني بدل ما تكون المرأة 50% او 40% تاخذ مثلا، ليه ما تكون مثلا تاخذ بنفس الـ 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 في الوظائف مثلا، يعني في 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 الإدارة مثلا، في الوزارة، في الرئاسة، يكون يعني لها نفس الدور ونفس الحظ يعني في حتة زي دي. جميل. طيب أرحب الآن بضيفتي عبر الهاتف، تنضم إلي الآن دكتورة عائشة الكارب المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة. دكتورة عائشة مرحبا بك في هذه الحلقة. بداية، هنالك عدة شكاوي من إهمال قضايا المرأة النازحة تحديدا، وتلك التي عانت من ويلات الحروب في الأجندات النسوية ربما التي يخطها السياسيون دائما. الآثار بتاعة الحروب والنزاعات على النساء، لكن يمكن ما قدرنا نوصل الصورة الحقيقية لمعاناة النساء في مناطق النزاعات، وبنتكلم عنهم كنازحات لكن ما بنتكلم عن عملية النزوح نفسها، لأن عملية النزوح للمرأة المتأثرة بالحروب هي عملية قاسية جداً
عانت فيها النساء. يعني المرأة لغاية ما تصل المعسكر بتاع النزوح ده بتكون مرت بمراحل كثيرة جدا من المعاناة، من التعنيف، من الآلام، من الجروح، ولحد كبير الصورة دي ما واضحة بالنسبة للناس، خاصة بالنسبة لنا نحن، لأسباب جزء منها جزء موضوعي، لأنه حقيقة كان في تعتيم شديد جدا على أي حاجة بتتم في مناطق النزاعات، وكان في حتى يعني عراقيل كثيرة جدا قدام النساء من المناطق الثانية عشان يصلوا لمناطق النزوح. فحقيقة أنا على المستوى الشخصي عندي في الفترة اللي فاتت دي زيارات متعددة لمناطق النزاعات خاصة في دارفور، واتصال مباشر مع النساء النازحات، ولو اتيحت لي فرصة حاسة في البرنامج دي ممكن أدي حتى أمثلة لأنواع العنف ول المعاناة اليومية. نعم تفضلي تفضلي تفضلي. المرأة الناجحة حقيقة نحن بنتكلم عن وجود جميع أشكال العنف في السودان ضد النساء، ده مسألة يعني مفروغ منها في جميع أنحاء السودان بأشكال مختلفة، لكن العنف الذي يقع على النساء والبنات في مناطق النزاعات وفي المعسكرات هو عنف، أنا ممكن أسميه عنف مركب وعنف مضاعف، لأنهم أصلاً زي ما أنا قلت قبل فكرة إنهم هم جو نزحوا، دي برضها عملية تعرضوا فيها لكثير من المعاناة وفقدوا أسرهم وفقدوا ممتلكاتهم وكذا، لكن الحاصل هسه إنه النساء ديل بيتعرضوا للعنف البدني وللعنف الجنسي بشكل يومي، لدرجة إنه المسألة دي حصل لها تطبيع، ومما زاد الطين بلة زي ما بقولوا إنه هؤلاء النساء ما عندهم أي أبواب للعدالة يطرقوها، يعني ما في أي جهة يمشوا لها عشان تقدر تتعامل مع الوضع دي، بيعانوا من ظروف ثقافية وظروف اجتماعية صعبة جدا جدا، وفي نفس الوقت ما في أي نوع من أشكال العدالة سواء كانت العدالة التقليدية أو العدالة العادية الرسمية. يعني أنا قبل أسبوع كنت في دارفور وعاصرت حادثة لامرأة تم ضربها، زوجها ضربها حتى الموت، يعني بيضرب فيها إلى أن فارقت الحياة لأنها بس ما مرقت البهائم من الزريبة، وهذا الزوج بعد ذاك اختفى، يعني حتى ما الناس عارفين منه لكن اختفى أو تم إخفاؤه عشان في النهاية ما يصل لأي شكل من أشكال العدالة، وده حادث واحد من مئات الحوادث اللي بتحدث يوميا في المناطق النزاعات اللي نحن بنعرفها، وفي عدد كبير جدا منه من نحن ما بنعرفه. نعم. فأنا بعتقد إنه النوع ده من العنف يجب إنه نحن نتصدى له، ويجب إنه يقف، ويجب إنه يلقى اهتمام على مستوى سياسي عالي. نعم. اهتمام على مستوى سياسي عالي، مش بس اهتمامنا نحن النساء الناشطات. سنعود إليك بالتأكيد دكتور عائشة، ابقي معي، اعذريني على المقاطعة، سنعود إلى محور السياسة، نعم سنناقشه لأنه محور آخر سنناقشه ربما معك يعني في خلال هذا الملف. أعود إليك مرة أخرى أستاذ أميرة عثمان. البعض يرى يعني هذه الصورة التي حكت عنها دكتورة عائشة هي صورة تحدث بشكل مستمر في السودان، في ولايات السودان المختلفة، جعلت المرأة السودانية في عدد كبير من أنحاء السودان تعاني من ظروف بالغة السوء، ولكن البعض ينظر أن هنالك بشريات صادفت هذه الحملة، حملة 16 يوم، أنها تزامنت مع إلغاء قانون النظام العام سيء الصيت. كيف تنظرون لهذه النقطة؟ أتمنى حقيقة إلقاء قانون النظام العام. كيف يعني لا تنظري أنه سيلغى؟ أخاف من أنه يكون تم إلقاء قانون النظام العام ولم تتم المواد التي يحاكم بها الناس في قانون النظام العام من داخل القانون الجنائي، اللي هي المواد اللي بتبدأ من 152، المزية الفاضح والأفعال الفاضحة، هي دي مواد موجودة داخل القانون الجنائي. القانون النظام العام هو أصلاً قانون ولائي،
بتسن كل ولايه وفيه تفاصيل بتاعت انه الكوفير افتح بباب واحد، ما تمتلكه الا امراه فوق ال 35 عام، ما يخش الراجل الكوفيرات، التفاصيل دي، الرقص المختلط، الزمن بتاع الحفلات، ده قانون النظام العام. يعني الخبر اللي انا سمعته القاء قانون النظام العام ما مستصحب القوانين او المواد اللي كان بيعتمد عليها اساسا النظام العام من داخل القانون الجنائي وبيتجاوز قانون الاجراءات الجنائيه. فدي المشكله هنا. زي قبل كم يوم برضو سمعنا عن انه خبر الصحافه ناقلت انه القاء شرطه النظام العام، واحنا دي ما شايفين القاء لشرطه النظام العام، تغيير الاسم من شرطه النظام العام للمجتمعيه، زي ما اصلا في زمن عمر البشير كان اسمها امن مجتمع وتحولت لنظام عام. فاخاف انه ده يكون لعب بالالفاظ، فعليا ما في حاجه تمت. طيب بوجهه نظرك وانت سكرتير عام لمبادره لا لقهر النساء، ما هو البديل لهذا القانون؟ كيف يمكن ضبط الشارع العام من دون قانون؟ يعني البعض يتساءل ربما هل يترك الشارع؟ لا توجد قوانين للتربيه والاخلاق. احنا قاعدين 30 سنه في ظل أمن المجتمع والنظام العام، وين الأخلاق كانت؟ ابتداء من أعلى مراتب الحكم يعني كانت كل الفساد موجود، يعني فساد أخلاقي وفساد مالي وفساد زمم، ويغنن له بالقوانين ويتعمل له قوانين بتاع التحليل، وبيطلعوا الفقهاء بتاعنا السلطان لأنه هو بيفتوا أنك ممكن تقتل ثلث الشعب السوداني عشان أنت تحكم باقي التلتين، فما في قانون أنت بتعمله عشان تربي بيه شعب. الأخلاق لا 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 تحاصر بقوانين يعني. نعم. فما فأصلا الفكرة ذاتها بتاعت القانون ذاته والأيديولوجية والعقلية اللي عملت القانون بتاع أمن المجتمع، أو نحن نرجع لأساسه من قوانين سبتمبر في 83. قوانين الشريعة. القوانين أي. اللي هي دي كلها قوانين اتعملت بأيديولوجية محددة لتدجين الشعوب والتخويف بتفاصيل محددة، ودي في السودان هنا تم رفضها وأدت لإسقاط نميري، وهسي قانون النظام من المعاول الأساسية اللي أدت إلى هدم حكومة الإنقاذ. وهنا أنا ممكن أقول يعني تحية يعني لكل النساء السودان ونساء الحركة النسوية في نضال ضد النظام البائد من 89، هم كنا في الخط الأول وكنا هم في الشارع، من تجيش الأبناء للجنوب والمجزرة بتاعت العلفون، من وقت مبكر المرأة كانت في الشارع، ووجودها حسي في الشارع ما كان إلا تراكم لتجارب سابقة. جميل، أنتقل إليك أستاذة نجلاء كرار. البعض يدعو للمصادقة على قانون سيدا والذي يجد معارضة من داخل المجتمع النسوي ذاته، من غير المنظمات في تنظيمات معينة أو من المنظمات في تنظيمات ربما معارضة تعارض فكريا وأيديولوجيا هذه الاتفاقية، اتفاقية سيدا. وعفوا يعني ليس كل السودانيات تحديدا هن راضيات عن هذا الاندماج في هذه الاتفاقية، ما رأيك؟ بالنسبة لاتفاقية سيداو هي مش في أكثر من 184 دولة ما موافقة على الاتفاقية، أو في دول برضو موافقة على جزء من الاتفاقية، اتفاقية سيداو. عدم الموافقة على اتفاقية سيداو من الإخوة النسوة في السودان سببها مثلا احنا ما ممكن نحكم بقانون او بتحكم به دول ثانيه. يعني احنا عندنا قانون، عندنا يعني مثلا عرفنا، عندنا حاجات يعني بنتميز بها كسودانيين، عندنا اشياء احنا مثلا لابد من اننا نخضع لها او نشارك بها مثلا كنساء في العالم، من حقنا يعني. زي شنو؟ مثلا يعني اتفاقية سيداو، يعني مثلا ال 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 الديسكريميشن
مثلا نحن مفروض يعني بالعربي معليش بالعربي يعني مثلا نحن مثلا عندنا مثلا في زي ما قلت المرأة مثلا بتعامل يعني مثلا مخنوقة يعني مثلا لسه نحن بنعاني من حتة ال ال انا ما قادره يعني القبضة تقصدين ان هنالك تمارس بعض الوسائل على المرأة السودانية العنف طيب هذا الامر ادعى لاننا نوقع لتوقيع الاتفاقيه يعني نحن المفروض نوقع على انا في رايي نوقع على الاتفاقيه لان هي ما خارجه مثلا من الدين يعني دينيا ما خارجه يعني دينيا هي ما عندها اي اعتراض في انه مثلا نحن نمارس حقنا الدين يعني يعني الحاجات دي كلها المفروض تكون في اتفاقية السيدة هي حقوق مشروعة حقوق إنسانية حقوق بتكفل للمرأة وتضمن لها حقها في المجتمع يعني السؤال حقك هنا أنا طبعا في متابعتي إنه أنا عارفة مثلا المرأة السودانية في جزء منها رفض اتفاقية السيداو لكن ليه رفض أنا ما أعرفه جميل طيب ابقي معي أستاذة نجلاء أتحول الآن لضيفتي عبر الهاتف الدكتورة عائشة الكارب دكتورة عائشة على الرغم من انتصارات النساء السودانيات المتكررة والعديدة في الشق القانوني تحديدا وعلى الرغم من أن بعض السودانيات الآن يشغلن مناصب رفيعة وأن رئيسة القضاء ربما الدولة الرابعة في أفريقيا والدولة الوحيدة في الوطن العربي الآن رئيس القضاء مرأة فهن ما يزلن أو لا يزلن يعانين من ثغرات كبيرة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية هذا الأمر مستقبلا إلى ماذا سيقود؟ طبعا هذا صحيح لكن حقيقة أنا كنت عايزة أدخل في ما يخص اتفاقية سيداو لأنه المداخلة ما كانت وافية لكن عموما أنا حامشي لسؤالك نحن في مرحلة جديدة في مرحلة أسست فيها لكثير من القوانين المتعسفة والقوانين التي يعني تنتهك حقوق النساء ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية أنا شخصياً بفتكر أنه قانون الشخصية كله الحالي 91 هو قانون ينتهك حقوق النساء ويأخذ باليد بواحدة من اليدين يعني كل الحقوق الأدات الدستورية والحقوق الناضلت لها المرأة السودانية من بداية نضالها هو بيأخذها منها لأنه قانون الأحوال الشخصية ما بدي أهلية للمرأة ما بيسمح بزواج الطفلات ما بيدي المرأة حتى حق العمل إلا بموافقة الزوج حق التحرك إلا بموافقة الزوج وهذا قليل من كثير لكن نحن هسه من جاءت الثورة ده واحد من القوانين الأساسية اللي عندنا ضغط كبير ولحسن الحظ في الفترة ما قبل الثورة اشتغلنا عليه كثير جدا واقترحنا قانون بديل حندفع به هسه عشان يتم تغيير القانون الحالي وأنا ما بعتقد أنه نحن بين يوم وليلة حتتم إزالة كل القوانين المميزة ضد النساء لأن إحنا يدا في بداية الفترة الانتقالية لكن بتمنى أنه يكون في التزام سياسي وبأمن على الكلام اللي قالته أميرة قبيل أنه نحن مهم شديد جدا جدا نبدأ بداية تطمننا نحن في أنه نحن كنساء هنلقى حقوقنا كاملة لأننا استحقينا هذه البداية الآن دكتورة عائشة مطمئنة؟ البداية بصراحة بطيئة يعني خلينا أكون صريحة جدا جدا يعني في بطء في ما يطمئننا نحن بطيئة يعني غير مطمئنة؟ أنا ما عايزة أخذ كلام في 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 في, في خشمية يعني زي ما بقوله لكن البطيئة بنتوقع كنا إنه تكون في يعني قرارات حاسمة أكثر وقرارات تطمننا
التغيير القانوني قد ياخذ زمن، يعني انا متاكده انه لانه في قرارات قرارات، يعني قانون النظام العام مفروض يتلغي بقرار، لانه اصلا قانون ما في له داعي من اصله ولا محتاج له ولا كنا محتاجين له قبل الـ قبل الـ 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 الانقاذ وكل المنظومه تحت الانقاذ. لكن زي قانون الاحوال الشخصيه والقانون الجنائي وكل القوانين الثانيه دي بتاخذ وقت عشان هي تتغير، لكن احنا نبدا في هذا التغيير ونحس بانه زي ما انا قلت انه في التزام، في كلام حول القوانين دي، انه هذه القوانين قوانين مميزه ضد النساء بالتحديد، وانه حيتم تغييرها وحيتم يا تغييرها يا اصلاحها. فمهم شديد جدا. لكن قانون الاحوال الشخصيه حتى لو الحكومه هسه تباطات في انها تغيره، ان احنا في المجتمع المدني عندنا خطه للدفع به. وهسه حاليا انا بتكلم معاك في ورشه للمناصره، واحده من العمد بتاعت الورشه دي هي قانون الاحوال الشخصيه. جميل. وهو من القوانين الاساسيه، دائما دائما هو من القوانين لانها بتحكم المكان الخاص اللي هو الاسره، ما بيلقى حظه من النقاش وما بيلقى حظه من الاولويه، لكن احنا كنساء لاننا متضررات منه اكثر، عشان كده حيكون على 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 راس الاولويات بتاعتنا عشان نضغط نحن. ومهم شديد نضغط، لانه هسه الحكومه دي الحكومه نحن ساهمنا في انها تجي، وبالتالي بعتقد انه على الاقل يكون في الجو المناسب لانه نحن ندفع بمقترحاتنا وندفع بانه هذه القوانين تتغير. جميل. طيب اعود اليك استاذ اميره ثاني مره اخرى. رغم ان الثوره السودانيه هي ثوره وعي، ثوره عظيمه اتت بمفاهيم جديده، لكن لا تزال قضايا كختان الاناث، زواج القاصرات، التسرب المدرسي، العنف الجسدي، العنف الجنسي ضد النساء والفتيات السودانيات، هي قضايا تؤرق المجتمع حقيقه. كيف يمكن فض هذا الاشتباك؟ ثوره وعي وتوجد مثل هذه الممارسات لا تزال الان لم تقل. ثوره وعي. وانت هسي في السؤال السابق للاستاذه كنت بتتكلم عن انه في نساء واقفات ضد سيداو. انا ده بشوفه من ضمن عدم الوعي وعدم المعرفه او التجهيل المقصود في ال 30 عام الفاتت. صعب جدا انه ايديولوجيه كانت بتغرس في الاذهان بكل الوسائل الاعلاميه والتعليميه او كده تزال بين يوم وليله. عشان كده حنلقى انه في نساء واقفات ضد سيداو، زي ما كانوا في نساء واقفات ضد مشاركه المراه في كره القدم النساء. لا ما كره القدم، شنو استاذ سعاد الفاتح طلعت من الاتحاد النسائي لرفضها بمطالبه الاتحاد النسائي لمشاركه المراه السياسيه، وجات ومرت السنين وتمتعت بالحاجه دي وبقت في البرلمان وبقت مسؤوله وبقت وزاره بنضال اخريات. فانا ديل بشوفهم او بلقى لهم العذر في انهم هم غير وعيات او يعني تم تجهيلهم، وهم هسي مستخدمات لازياء النظام السابق او للناس اللي هم عندهم راي في حقوق المراه. فدين احنا ما حنتوقف ليهم، لكن لما نحن نمشي لقدام هم اكيد حيكتشفوا انه ان احنا بنطالب بيه في مصلحتهم الاساسيه. ده بالنسبه لسيداو. بالنسبه للفكره بتاعت ختان الاناث وزواج القاصرات، هي دي كلها مطالبنا المبدئيه او الاولى انها تتغير القوانين اللي بتسمح بالحاجه دي. وللاسف انه غير انه القوانين بتسمح زي القانون مثلا بتاع الاحوال الشخصيه اللي بيسمح بزواج الطفلات من سن المميزه للعشر اعوام، اذا بعد ذاك تم مثلا تلاعب في الموضوع وحصل ان هو مثلا فسخ للعقد او حاجه زي دي، ما بيتم انا ده بسميه شنو، المفروض يتم تجريم للاب او لولي الامر التاجر بطفلته واداها لزول. أنا دي بشوفها تجارة، زواج الطفلات تجارة بالمناسبة، ونسبة كبيرة منه عنده علاقة بالفقر. الأسر الفقيرة هي اللي بتمنع أطفال بنات التعليم. له علاقة بالوضع الاقتصادي؟ عندها علاقة وطيدة جدا بالوضع الاقتصادي. فنحن نساهم في رفع الوضع الاقتصادي للمواطن السوداني
وبنساهم بالتوعية. طيب القانون وحده ما بيمنع الحاجة. طيب فعاليات الستة عشر يوم، حملة الستة عشر يوم، ما هي الفعاليات الجديدة؟ البعض ينتظر منكم فعاليات مختلفة، لأن الآن الأوضاع مختلفة. الأوضاع مختلفة، الفعاليات ما أقول لك إن هي مختلفة خالص من الفترة الفاتت، لكن في مسرح وفي موسيقى وفي ندوات بتاعة توعية، التفاصيل متنوعة. لكن عشان نحن نصل لكل مواطن سوداني، الموضوع ده بالمناسبة بيحتاج مبدئيا وزارة الإعلام والثقافة إن هي توعى بالمشاكل دي. وأنا ممكن أكون بطالب بأنه الأستاذ عائشة وكل الناس اللي عندهم إذا في إمكانية لأنه يعملوا ورش للتدريب مقدمي ومقدمات البرامج الإذاعية في والتلفزيونية في السودان، حتى يتمكنوا صراحة من محتاجين تماما للتوعية بحقوق المرأة، لأنه أنا مرات قاعد أسمع حاجات ممكن تقلطك يعني. نعم، مثل ماذا؟ هل هنالك أمثلة؟ بس ما جايباه معاي، لكن الغريبة قاعد أسجل اسم البرنامج وزمنه ورغم يعني تقصد أن هنالك بعض وسائل الإعلام حتى هي من تساهم في تساهم بكثافة بالمناسبة في قهر المرأة، غير أنه الفكرة بتاعت أنه المذيعين والمذيعات هم ذاتهم ما مدركين للحاجة دي، بتيجي تكتشف أنه حتى الدعايات الإسكتشات بتاعت المضحكة أو كده اللي هي بتنمط المرأة في حتة محددة، في حتة أنها هي نقناقة وجاهلة ومطالبة شنو والنسيبة الصعبة الدائرة قروش كت يعني دي شكل المرأة بتطبخ فقط في المطبخ. نعم، بتطبخ في المطبخ وراجلة بصحح لها 10 من 10 على الزيت. طيب تفضلي بإنجاز لو سمحتي أستاذة نجلاء، يمكنك التعليق بالتأكيد على حديث أستاذة أميرة، ولكن أنا أود أن أسأل سؤال مختلف. كيف تنظرين، أنت أتيت من خارج السودان الآن، بالطبع رأيت أوضاع مختلفة لنساء أخريات في دول أخرى، كيف تنظرين لمستقبل النساء السودانيات بنظرة محايدة وبإيجاز لو سمحت؟ أنا طبعا حتى جيت من برا دي، طبعا يمكن يكون هسي يعني في بعض الأسئلة ما قدرت أجيب على ده، كان السبب يعني إنه أنا جيت من برا. معك العذر. ومعلش أنا بتأسف، فاجأت مثلا بحتى تغيير النمط اللي أنا كنت جاية عشان بالحلقة. فالمهم في النهاية القضية مهمة، والأخت أميرة ما قصرت. فالحتة بتاعت أميرة اللي ناقشتها في موضوع التدريب ده مهم جدا جدا، التدريب في كل الأحوال يعني العامة التدريب مهم. التدريب هو البنية التحتية لنهضة المجتمع، وبصفة خاصة ترقية المرأة، لانه الدور الخاتم فيه المراه دور يعني ممكن يكون دور ضعيف جدا جدا، ودور يعني المفروض نحن نكون يعني المراه عندها مكانه اكبر من كده. فالتدريب الحته اللي انا بامن على الحته دي في حاله مستقبل النساء السودانيات. طيب، المستقبل النساء السودانيات عامه في كل المجالات. نعم، يرتبط بالتدريب. طيب انا اشكركم جزيل الشكر، اشكرك جزيل الشكر استاذه نجلاء كرار الناشطة النسوية، أشكرك جزيل الشكر أستاذ أميرة عثمان الناشطة النسوية والسكرتيرة العام لمبادرة لا لقهر النساء، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا دكتورة عائشة الكارب المتخصصة في قضايا المرأة والأسرة التي كانت معي عبر الهاتف، وأعتذر من كنا جميعا نسبة لضيق وقت هذه الحلقة. أقول حاجة واحدة بس، سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثلة من نور أو متنا على هذا الجدار. شكرا جزيلا أستاذ أميرة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إذن متابعي هذه الحلقة من دائرة الحدث، شكر خاص للذين تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر التتبع واسم البرنامج دائرة الحدث، ولكل الذين يتفاعلوا معنا دائما بأرائهم وتعليقاتهم وبمتابعتهم لنا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على فيسبوك تويتر إنستغرام وتليجرام وعلى يوتيوب. بالتأكيد يمكنكم متابعة هذه الحلقة بعد ختام هذه، تحياتي وتحيات فريق العمل اليوم، وإلى اللقاء.